الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الله استهلكوكم لأن الجماعة خلاص يبون ينامون، صلاة نيام هذه الجماعة كلها صلاة. سامحني يا شيخ، سامحني بردمتي، أنا عندي جرأة في هالأمور يا المستمع، يسمح لي الشيخ ويسمح لي كل الشرفاء الجالسين، هذه صلاة يسمونها صلاة نيام ما أقبلها. أنت تصنعني هني إذا أنا أسمع اللهم صل على جف، أجيب لك جلوة، كيف أجيب لك بودية، كيف أجيب لك هوسة؟ ما يصلح يا حبيبي بعد كذي. من اللي يصنع المستمع؟ من اللي يصنع الخطيب؟ مأتم ثم منبر ثم خطيب ثم مستمع. لو أنا كاذب جيب أعظم خطيب، خلي قعد في المأتم بروحه، وش بيسوي؟ ما يسويش. الله بعظمته لو لم يخلق الخلق لم يعلم. لو أنا كاذب أنا لو أفتري على الله، بك أنت يا الضعيف يعرف الله، أنا بعد أعرف بك، أنت تصنعني هنا وأنا واقف، وتصنع الخطيب الحسيني، وتصنع الرادود. أنت سامحني هذه مقدمة، هذه 5 دقائق بعد وراها ربع ساعة أشتغل إياك. أنا ما علي من هاللي قالوا، لا أنا الملك هني، أنا الليلة ملك من ملوك آل البيت، واقف لو ما أستاهل نعالهم أنا واقف وياك. هذا كوب سيد جلال دخل، سووا صلوات على محمد وآل. جدي يحب عليا حب مفتتني، وجدتي حبها من أعظم السنن، أمي ترتله في السر والعلن، وكان لي والد يهوى أبا حسنين، فصرت مندي ودا أهوى أبا حسني. صلوات خجلان جبت على النبي وعلي والزهراء، خجلان من نور بهجتها. الله أكبر، نور الزهرة يغطي نور الشمس. أنا بعلمك حين شايفة، بجيب لك الحديث عن الإمام الصادق. خجلان من نور بهجتها تتوارى الشمس بالشفق، وحياء من شمائلها يتغطى الغصن بالورق. صلوات يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، حينما سقطت الزهرة على الأرض، اسمع، أشرق منها نورا فدخل كل بيوتات مكة، ولم يبقى في شرق الأرض ولا غربها إلا ودخله ذلك النور،
حتى ملائكة السماء يقولون لقد رأينا نورا لم نرى من قبله، لم نرى من قبله من قبل ذلك النور مثل ما رأينا نور الزهراء. صلوات على ثانيا على بركة الإمام الحسن والحسين. ثالثا لتعجيل فرج محمد وآل محمد. يلا خلنا نروح بعالم الأرواح، نطير أنا إياكم ونقعد. من دلي قبر الزهرة؟ ما يدلي إلا الإمام الحجة. أخفى الله شخصيته ولم يخفي شخصه. نشوفه وربما تلتقي يا المؤمنون يلتقون به ولكن لا يعرفوه. لكن لو خرج في عهدنا تقول بعض الناس لقد رأينا هذه الشخصية مرار، مثل ما أنا أشوف غازي العابد. شفت يوم من الأيام هذا كمبيوتر الله، أشوفه لحظة واحدة يصور عقلي، ألاقي عقب 10 سنوات. أقول له تعال أنت وين شايف إنك أنا؟ يقول لا 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 ترجع الذاكرة ونتذاكر أنا شفته في مكان. كذلك الحجة أخفى الله شخصيته ولم يخفي شخصه. ما يدل إلا الحجة. يخرج يروح قبر أمه. يا مع علماء أجلاء طلبوا من الأئمة لكن لم يقدروا أن يصلوا إلى هذا الموصل. بلي نعم. يلا روح نقعد هناك بين القبة الخضراء والبقيع ونقول فضلها ودية. سمعني فضلها جوابك. فضلها العوالم العوالم تزهي والزهرة عفاك. فضلها فضلها بحر رب العرش بحار رب العرش بالعز. فضلها فضلها على كل البشر على كل البشر ربها. فضلها يا النايمين سامحوني وجعلها سيدة نسوان البرية. صلوات بعد واحدة بس واحدة. ولو راد يلا يا مؤمن يا مؤمن يا شيعي يا موالي، مو حقي أنا، حق هي الزهراء اللي بتنقذكم يوم المحشر. تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الطيب من الحبر. من هو أنا؟ أنا أنعال ما استاهل. سأل الله الثبات. بس يقول السيد كمال الحيدري ليش تقول كل وقت اسأل الله الثبات؟ لأن كل آخر لحظة يلعب عليك إبليس يقلبك إلى مذهب ثاني. وحتى في الدنيا شاهدنا ناس كثير. نسأل الله الثبات على ولاية محمد وآل محمد. يلا حبيبي بودي وهوسة وجلوة واخدم اياك. ما انا جايب مولد. ولو راد يا سيد علوي ولو راد. واشوفك عمري هالضحكة عمري والله لتاخذ قلبي يا سيد. ولو راد علوم الزهرة من هلها. ولو راد بدكرها. بطالع لمني مساكين ما طالعهم. بدكرها يحلى تسبيح. يا عبد الرحيم انت تقول عن التسبيح في الباص. ولو راد بدكرها يحلى تسبيحي. ولو راد حضرنا المحفل نقدم. ولو راد نقدمها الرسول الله هدية. صلوات على محمد. مثل
مثل هاي الليله تفرح حسين حسين مثل هاي الليله تفرح حقها تحتفل تفرح الشيعة فاطمه فاطمه مهد الايمه من رسول الله وديعه هي مفتاح الجنان هي مفتاح الجنان بالحشر هي شفيعة ها خوتي ها ها نجينا نجينا بالمحشر هي تنجينا بالمحشر بالمحشر هي فاطمة تفطم الشيعة من غضب يوم القيامة يغضب الباري الغضبها وحل بعدها انتقامه وليحف فاطمة الزهرة يدخل الجنة بسلامه ها خوتي ها ها الله أكبر تهدينا وبنورك انت تهدينا وبنورك انت وبنورك انت قرية المرخي الأبية يلا ونا 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 عليكم عليكم قرية المرخي الأبية معيدة هاي العشية معيدة هاي العشية يلا صوتك صوتك قرية المرخي أبي هونا فأدوني قرية المرخ الأبي معيدة هاي العشي للبتول أنا بقول بس هذا بفرق يا أخي ما بطول عليك ما بملك عشان لا تقول هالمرة بعد لا تجيبوني لأن ما بجيبكم هالمرة على المنبر هناك إذا الله كتب إذا بيدعوني أهل المرخ باجي على المنبر ما بجي أواقف للبتول أم الهداية حققت بيها الغاية وصارت الدنيا ضوية صارت الدنيا ضوية يلا يو صوتك صوتك قرية المرخ الأب حجي قريتك قرية المرخ معيدة هاي المشي في المرخ الفرح زايد شيعة الزهرة الأماجد جيتكم أقرأ وعايد مولد الزهرة الزجية مولد الزهرة الزجية قرية قرية المرخ الأبي عفاق قرية المرخي الأبي معيدة هايل يا حطوا للميلاد زينة لجل مولات الأمينة والعطر رش علينا وهاي ليلتكم هنية يا ربي هاي ليلتكم هنية قرية المرخ الأبي قرية المرخ الأبي معيدة هاي فقرة الختام أنا توفيق لبلادي جيت والفرحة بفادي ليلة يتحقق مرادي وياكم أخواني سوية وياكم أخواني سوية طيب الله أنفاسك يا سيد قرية المرخ الأبي قرية المرخ الأبي معيدة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن
وبحق الحسين وأنت قديم الأحزان فرج لنا فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر يا هو أقرب من ذلك يا كريم. فك كل أسير داوي كل جريح ارجع كل غريب شافي كل مريض. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافكم من عين الظلم أن تصل إلينا. المؤسسين لهذا الجمع الشريف جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم احفظهم في أهلهم وأموالهم ومن يلوذ بهم أمواتكم وأمواتنا وأموات على الإيمان الفقهاء والعلماء والشهداء خدمة الإمام الحسين. الفاتحة تسبقها صلوات على محمد.